خلينا نروح لرؤيه فنيه لواحد من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي السابقين، النجم الكبير كابتن وليد صلاح الدين ومدير الكوره طبعا في نادي زد. كابتن وليد ازاي حضرتك؟ حبيبي كابتن اسلام، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن. مصر بكره مباراه مهمه جدا لمنتخب مصر مع منتخب جيبوتي في بدايه التصفيات او التصفيات المؤهله لكاس العالم 2026. انا الحقيقه بشوف انه كل الكلام عن هذه المباراه بيتجه ان انت عندك ماتش سهل، خلينا نكسب الماتش ونشوف اللي بعده. ده حقيقي، يعني انت عارف دايما التصفيات في اولها بتبقى الناس مش واخده نفس الاهتمام بالنهائيات، وده غلط، ده غلط للامانه، لان انت النهارده نظام البطوله مختلف، انت معاك 5 فرق المفروض بالارقام وبالقيمه التسويقيه وبالايمج التصنيف صح، بالتصنيف وبكل حاجه، انت مصر المفروض ان احنا لو لا قدر الله ما وصلناش النسخه دي هيبقى فعلا عندنا مشكله حقيقيه في الكره المصريه. يعني انت معاك دلوقتي بيلعبوا سيراليون واثيوبيا، يعني لو تشوف الشكل يعني ومعاك غينيا بيساو ومعاك جيبوتي بوركينا فاسو ومعاك بوركينا فاسو، يعني انت 5 منتخبات بصراحه منتخب مصر فارق بنسبه كبيره جدا. يعني انت بكره هتلاعب مثلا جيبوتي، انت القيمه التسويقيه بتاعتهم 225,000 يورو، وانت داخل في رقم 127 مليون يورو، يعني 100 ضعف. ومع ذلك يعني لا، لازم من اول المباراه لازم جيبوتي، نفسي اشوف مره منتخب مصر بيكسب 6 و7 و8. يعني يا كابتن وليد معلش انا برضو عشان يبقى كلامنا واضح للناس، انه جوه الملعب غير بره الملعب، بره الملعب الكلام اللي حضرتك بتقوله النظري ده، يعني احنا اتعلمنا الكلام ده داخل النادي الاهلي وخارج النادي الاهلي، كل الناس اللي تيجي تتكلم عن هذا الامر، او اذا كانت المباراه اقل فرقه بتلعب منتخب او فرقه اقل منك تصنيفا، طبعا بتبقى نظريا المباراه سهله وزي ما حضرتك بتقول فارق كبير جدا، ولكن الملعب او النجيله الموضوع بيختلف. انا عايز اترجم ده كابتن اسلام اتفضل يبقى حقيقي. يعني انا بتفق معاك ان الارقام حاجه وارضيه الملعب حاجه، لكن انا بقى نفسي اترجم ده صح، ان الجماهير كلها تحضر في استاد القاهره عشان تآزر منتخب مصر من اول لحظه، في نفس الوقت اللعيبه نفسها يبقى جاي لها المعنى ان انت لازم تكسب وتكسب كويس. انا ليه بقول فرق القيمه التسويقيه وليه بقول فرق الايمج وليه فرق البطولات وليه فرق، عشان عايز تشوف ده بكره في الملعب، عايز اشوفه في الملعب، عايز اطلع من المباراه كسبان 6-7 واروح لسيراليون اضربهم 2-3 وابقى ليدنج على المجموعه وابقى اول المجموعه من بدري. فده انا اتمنى اشوفه، واظن ان احنا كان لينا تجربه لو تفتكر انت كمان كنت موجود في الجيل ده في 2009 لما احنا استسهلنا التصفيات وبعدين دخلنا على مباراه زامبيا في استاد القاهره، وكان كل اللعيبه عصام الحضري في سيون وعمرو زكي جاي من وينجا صح، كان في استشهاد. لا لو تفتكر في 2002 كمان، 2002 كانت اسهل، يعني انت كسبت الجزائر لو فاكر ماتش الجزائر 5-2 هنا بالظبط، وتعادلنا مع المغرب في المغرب، وكسبت السنغال رايح جاي، وبعد كده اتعادلت اعتقد مع ناميبيا لو فاكر بالزبط. 2002 بالظبط، هي دي اللي ما وصلتكش كاس العالم. وكمان في 2009 كابتن اسلام لما كانت اول مباراه عندنا على ملعبنا في استاد القاهره، الجمهور ما راحش بالكثافه العدديه صحيح، اللعيبه استسهلت الموضوع، اتعادلنا 1-1 خسرنا الصعود ل 2010. كابتن وليد تفتكر موضوع الجمهور، انا بالنسبه لي موضوع الجمهور ده علامه استفهام كبيره جدا، يعني مصر كانت تتميز، يعني كل الناس النهارده طالعه روي فيتوريا بيتكلم عن لازم يبقى في جمهور موجود، النني بيتكلم عن الجمهور موجود، حضرتك انا كل الناس بتتكلم عن ان الجمهور بيبقى موجود، ولسه انا كنت بضرب مثل بمباراه مصر وتونس، يعني كل النجوم سواء هنا او هنا ونجوم كبيره جدا تحب تتفرج عليهم في الملعب، وما كانش في 20-30 واحد بيتفرجوا على المباراه، ايه السر في كده من وجهه نظرك؟ خلينا نتفق ان في اسباب بتبقى يعني برضو اسباب يعني شويه منطقيه، ان الجماهير بتبقى انت عارف في اول التصفيات فبيبقى مطمن للمباراه، انت في الاخر ماتش سهل يعني الحماس كمان والشغف ان انت لسه طالع من معترك الدوري وبيراميدز والزمالك والاهلي عمل ايه مع الجونه ومش عارف الاسماعيلي عمل ايه مع، يعني بيبقى انت لسه
ما خدتش المود بتاع المنتخب، والمنتخب لسه ما عندوش اي نقاط، فانت بتبقى مستسهل الموضوع شويه، وده مش صح للامانه. يعني برضو تاني عايزين نغير كل الافكار القديمه. احنا عندنا فرصه ذهبيه ان احنا نوصل كاس العالم 2026 ونكون اول منتخب افريقي يوصل كاس العالم في امريكا، لان انت فعلا اقوى منتخب في المجموعه بتاعتك، وتقدر توصل من بدري. لو قرصت وكسبت اول اربع خمس ماتشات انت ممكن توصل من قبل ما تروح لاكتوبر 2025. يعني مش لازم نستنى السنتين عشان نهني بعض ونبارك. مش لازم نستنى لاخر ماتش يعني. بالظبط بالظبط. يعني الطبيعي ان انت لو خدت الموضوع بجديه. لكن في الاخر برضو اتمنى برضو من اتحاد الكوره في بعض التوقيتات، انا اتمنى ان ممكن يكون التواجد في استاد القاهره يعني بدون مقابل خالص، ممكن افتح الاستاد مجاني. وجهه نظر. احنا قلنا كده امبارح على فكره. يعني انا اظن ان في بعض المنتخبات وحتى بعض الفرق، انت لو فاكر مثلا صن داونز ساعات بيعملها في المباريات الكبيره، يقول لك افتح الاستاد كله الساعه صح. كامله بدون اي مقابل ومجاني، علشان يعني احس الجمهور ان هو يجي يملى الملعب. مظبوط. فبرضه شويه يعني ممكن يكون في ناس يعني الحاله الاقتصاديه مش قد كده. بالظبط. طيب برضه يا كابتن وليد، في بكره الماتش من وجهه نظرك هل تعتقد ان هو هيبدا بنفس الشكل اللي غالبا ما بيبدا بيه روي فيتوريا، ولا قد يكون اكثر هجوما؟ يعني هو اكيد هيبتدي بنفس الاستراتيجي 4 3 3 بنفس الطريقه وبنسبه كبيره بنفس اللعيبه، يعني بشكل او باخر هيبتدي بنفس تقريبا التشكيل اللي لعب بيه الجزائر شويه. يعني ممكن يكون الشناوي، محمد هاني، الناحيه الثانيه محمد حمدي، علي جبر ومحمد عبد المنعم في نص الملعب، ممكن جدا يكون زيزو وامام عاشور هم الثمانيتين، لو ما كانش يبقى زيزو. بس خلي بالك كده قبل ما تكمل بس يا كابتن وليد، زيزو وامام عاشور ده كده بيغير، لانه الفترة اللي فاتت كلها كان الاثنين اللي بيلعبوا تمانيتين يعني شكلهم مختلف عن الاثنين اللي انت بتتكلم عنهم. هو شكلهم مختلف تماما. هو مستر فيتوريا بيحب يلعب الناحية الهجومية بالتمانيتين، هو بيلعب بزيزو وحمدي فتحي ومقدينها بشكل هايل. على فكرة في مباراة الجزائر لولا بس الطرد بتاع محمد هاني هو كان بيلعب زيزو، عشان بيعمل بيه تكة فنية بيوديه على ناحيه اليمين كجناح، وبيدخل محمد صلاح في قلب الملعب في مركز رقم 10. صح. ده بيخلي محمد صلاح اكثر حريه، قريب من المرمى اكثر، بيخلي ما فيش حد يعرف يمسكه، وبيخلي زيزو يروح في المكان المفضل بتاعه، وبيكمل بثمانيه الثاني اللي هو يا اما يكون يا امام عاشور يا ممكن حمدي فتحي، الاثنين هايلين والاثنين بيأدوا بشكل كويس قوي، ويحط رقم 6. يعني ممكن لو ما ابتداش بامام عاشور عشان كان غايب بقاله فتره، ممكن يبتدي بزيزو وحمدي ونني، يعني نني يلعب 6 وزيزو على يمينه وحمدي فتحي على شماله. خد بالك حمدي فتحي مهدف معاه اخر ماتشين، ومباراه الجزائر مهمه جدا، يعني ممكن حمدي يكون هو رقم 8، وارد يكون حمدي رقم 6 ويخلي امام وزيزو، لكن قدام مفيش شك ان محمد صلاح، مصطفى محمد، وبنسبة كبيرة مرموش، أظن إن هو يعني فايق الفترة دي أكتر من تريزيجيه شوية. ده يعني مرموش عامل طفرة كبيرة جدا مع في ألمانيا، طفرة كبيرة جدا يعني. ده حقيقي، ده حقيقي، أرقامه كبيرة في فرانكفورت. طيب كابتن وليد، أخيرا منتخبنا الوطني قادر على الوصول في ظل كل الاسماء اللي حضرتك بتتكلم عنها؟ يعني حتى لما نيجي نتكلم عن الاحتياطي اللي موجود هتلاقي اسماء كبيره جدا تستطيع ان هي. عندك حق والله، وجهه نظرك ان احنا يعني نفسنا نشوف الفوارق الفنيه الكبيره دي بس على ملعب. مليون في المية. انا اتمنى كمان الرساله دي يا كابتن اسلام توصل للعيبه. لان بصراحه يعني داخلين احنا كمان على نقول ايه، على فتره جديده وبقوة. يعني النهاردة الشركة المتحدة مع طبعا وزارة الشباب والرياضة مع سبونسرز رعاة كبار زي أورا وزي البنك الأهلي وزي اتصالات مصر مع
اون تايم سبورتس، انت بتتكلم على اذاعه تصفيات كاس العالم لمده سنتين على الشاشات المصريه مفتوحه مجانا لكل الشعب. صحيح. فانا اتمنى الرساله دي توصل للعيبه ان انت معاك البلد كلها، معاك دوله، معاك دعم دوله. صحيح. اول سياده الرئيس يعني خلي بالك، هو خلي بالك يا كابتن وليد، دون دعم الدوله لن يحدث ذلك. الاسماء اللي حضرتك بتتكلم عنها كلها داعمه كبيره جدا للدوله في كل هذه الامور. بالظبط. انا اتمنى ان اللعيبه نفسها يبقى فاهمه الجزئيه دي، ان انا رايح في مكان اقدر بعد كده اذيع مباريات مصر في كاس العالم، واقدر احارب واخد مناسبات كبيره. يعني انا اتمنى ان اللعيبه تبقى هي متماشيه مع الحلم ده. اه مظبوط. في احباط للشعب المصري، انزل بكره حتى لو ما فيش حد خالص في الاستاد، انزل بشراسه كبيره، اكسب مكسب كويس، ادي رساله لكل الفرق ان انا بذيع المباريات لمده سنتين وانا دوله واثقه في المنتخب بتاعي. صحيح. اتمنى اللعيبه يوصل لها الرساله دي. واتمنى انا برضو مع تمني لحضرتك ان انا اشوف 30,000 متفرج الميعاد الساعه 6، ميعاد جيد بعد الشغل وبعد بتاع الخميس، وفي نفس الوقت الجمعه هيبقى اجازه، فبالتالي ممكن نجد اولا هتتفرج على نجوم كبيره جدا ونجوم عالميه، محمد صلاح كل النجوم يعني، ونجوم الاهلي ونجوم الزمالك ونجوم بيراميدز ونجوم منتخبنا الوطني كلهم هيبقوا موجودين، وبالتالي تقدر تروح تتفرج على لوحه فنيه رائعه ان شاء الله على استاد القاهره يا كابتن وليد. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن وليد على وجودك معانا، شكرا جزيلا.